دكتور، عقار المونجارو ده يعني دوزز، مش اي حد برضو يقدر ياخدها، حتى غير موضوع مرضى السكر او لا. هو كمان اللي احنا فهمناه ان هي دوزز، يعني كل حد على حسب وزنه، على حسب حجمه وطوله وكده، ما يقدرش ياخد جرعة معينة غير بعد ما بيرجع للدكتور طبعا. انه المفروض ان انت عشان تاخدي المونجارو او اي دواء من ادويه السكر اللي احنا بنتكلم عليها دي، هي جرعات بتبقى تتابعيه من الجرعه الاقل فالاكثر، تمام؟ اوكي، وده علشان الاعراض الجانبيه بتاعته ساعات بتبقى قاسيه جدا على الناس، يعني اللي هي تخص الجهاز الهضمي. بالظبط. فالمشكله الكبيره بقى ان انا لما باخد الجرعه دي في مركز طبي او في عياده او في مركز علاج طبيعي، انا مش عارفه ومش متاكده انا باخد انهي كونسنتريشن او تركيز. وكثير من الناس على فكره لما اخذوا في العيادات تحت اسم مستعار طبعا هذا العقار، وبعدين ابتدوا يقولوا ان انا هجيبه بقى لو سافرت مثلا بره مصر او لقيته موجود هنا، للاسف هو موجود سوق سودا في مصر، لو لقيته هنا ابتدوا يلاقوا ان في فرق فظيع في التاثير ما بين الجرعه اللي هم كانوا بيتقال لهم ان هم بياخدوها وما بين الجرعه اللي هم اشتروها. يعني معنى الكلام ان الناس اللي هم بيدوا العقارات دي جوه المراكز ما بيقولوش صراحه الجرعه او التركيز عامل ازاي، والتركيز تدرجه مهم جدا جدا علشان الجهاز الهضمي ما يتضرش. طيب دكتور، نيجي للجزء الثاني من اللي احنا سألنا عليه في أول الفقرة. منظمة الصحة العالمية جم بعد كده وقالوا خدوا بالكم، ده في حقن منهم مغشوشة. هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. مراكز كتيره جدا عامله دعايه جامده جدا ان احنا عندنا الحقن اللي بتظبط الشهيه او بتخلي الشهيه ما تشتغلش، صح كده؟ لا، ده هما المراكز بيقولوا دي ان الحقن اصلا جايبه بتيجي الماده الفعاله لهذه الابره او الحقنه وبتبتدي تعمل لها دايلوشن او تخففها وتبدا تديها للناس عن طريق حقن تحت الجلد مره اسبوعيا في العيادات، تمام كده؟ طب هل انا ضامنه الماده الفعاله دي امنه على صحتي ولا لا؟ لا انا مش ضامنه. هل انا اخترت صح الحاله اللي ينفع تاخد الجرعه دي؟ لا ما اخترتش صح. الحاجه الثالثه، هل في متابعه طبيه للي بيحصل مع الحالات دي؟ لا ما فيش متابعه طبيه. فطبعا طبعا في حاجتين حاصلين، يا اما الماده الفعاله بتتاخد في المراكز الطبيه، يا اما بقى ظهر من بقى المونجارو دي حاجات صيني وحاجات غريبه جدا موجوده سوق سودا في الصيدليات. وتقدري تتكلمي يا جماعه في مونجارو واصله لارقام خرافيه، يعني 30 و35 الف جنيه في الشهر، وعليها اقبال فظيع لانه الموضوع بالنسبه للناس حلم نفسهم يحققوه، واللي بيتروج ليه ان هو بديل اللي هي عمليات التكميم وعمليات تحويل المسار وكذا. طبعا. فاه طبعا انا ممكن اتعرض لغش تجاري في الحفظ بتاع الابر دي. خلي بالك الابر دي لازم تتحط في درجه حراره معينه، لازم حفظها وهي جايه من البلاد بقى الاوروبيه او الدول العربيه تبقى في درجه حراره معينه، فطبعا اول ما طريقه الحفظ تبقى مش سليمه بتبوظ الابره. انا دافعه طبعا اوروفات في حاجه انا مش ضامنه جودتها ولا ضامنه سلامتها على صحتي، يبقى الغش اتجاهين، يا اما انا رحت للمركز وحقن لي وانا مش عارفه هو حقن لي ايه اساسا ولا تركيز ايه، يا اما الابره اصلا للاسف الشديد بتبقى مغشوشه. دكتورة نيلي شمس، استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة.